بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معادنا مع المحاضرة 8 من محاضرات مادة MT 262. النهاردة إن شاء الله هنناقش مع بعض Computer Activity 3.5، وفي آخر المحاضرة هنتكلم عن بعض النقاط أو بعض الأخطاء اللي ممكن نقع فيها بدون ما ناخد بالنا. طيب دلوقتي هنشتغل على Computer Activity 3.5. بيتكلم عن ايه الاكتيفيتي ده؟ بكل بساطة هو عايز يعرفنا على البرنامج ويعرفنا على بعض الامور داخل البرنامج، يعني امور اضافية داخل البرنامج. يمكن في بعضنا يشوف ان الامور دي مش مهمة، لكن انا شايف ان هو من الافضل ان احنا نتعرف عليها. زي ايه؟ زي مثلا من الطبيعي جدا بروح اعمل open لاي ملف في اي برنامج، بختار فايل open. لكن هنا في الكتاب مصر انك انت لو حبيت تعمل اوبن لبروجكت ما تختارش فايل اوبن، امال هتشتغل بايه؟ هشتغل بفايل اوبن بروجكت، لانك انت في الاصل عايز تعمل اوبن لبروجكت. طيب في حاجة مهمة جدا، ملفات البروجكت امتدادها ايه؟ اكيد دوت بي بي ار. طيب ممكن اسأل سؤال، ملفات السي بلس بلس اللي هي السورس فايل امتدادها ايه؟ دوت سي بي بي. طيب لحد الان تمام، انا فعلا هستعمل فايل اوبن بروجكت. هو عايز يخلينا نجرب نفتح تو بروجكتس، كلر ديالوج او كلر دي ال جي دوت بي بي ار ودادل دوت بي بي ار، عباره عن تو بروجكتس، وطبعا لازم يكون امتدادهم في النهايه دوت بي بي ار. طب يا ترى الملفات دي موجوده في التمبلتس واللايبرز بتاعتنا؟ لا، موجوده داخل برنامج السي بيلدر 5، سي بلس بلس بيلدر 5. يبقى علشان خاطر اروح اعمل اوبن للبروجكتس ديت، هروح على بروجرام فايلز، هروح على بورلاند، بعد كده الفولدر اللي اسمه سي بيلدر 5، فولدر تاني اسمه اكزامبلز، بعد كده فولدر اسمه اي بي بي اس او ابلكيشنز، يعني هروح على فولدرات بقى خاصه بكل برنامج او كل بروجكت على حده. يعني مثلا البروجكت الاول هيكون داخل فولدر اسمه color dlg color dialog، وبعد كده الفولدر التاني داخل البروجكت التاني داخل فولدر اسمه دادل. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على البرنامج بتاعي سي بلس بلس بيلدر 5، ده انا هختار open project، او ممكن اشتغل بكنترول اف 11. ممكن حد يسألني، هو انت ليه كل ما تختار من القايمة سواء فايل او run او project او tools او غيرها بتقول لي الشورت كات؟ لانه في اخر الكتاب هو عامل لك جدول فيه الشورت كاتس، يبقى لازم على الاقل نستفيد منها. لو انت حفظت الشورت كاتس دي تقدر بعد كده تستخدم البرنامج بكل سهوله، يعني هيبقى ايه في سرعه شويه في استخدام الايقونات والمينيوز بتاعت الايه البرنامج. يبقى لو رحت عملت اوبن بروجكت هشتغل بكنترول اف 11، لو حبيت اعمل سيف هشتغل بكنترول اس، لو حبيت اعمل سيف اول هشتغل شيفت كنترول اس. يبقى انا دلوقتي عايز اروح اعمل اوبن بروجكت كنترول اف 11. زي ما اتفقنا هروح على سي، بعد السي هفتح بروجرام فايلز، بروجرام فايلز هلاقي عندي لو ضغطت كده على حرف البي هلاقي عندي بورلاند، فولدر اسمه سي بيلدر 5، بعد كده بعد السي بيلدر 5 عندي اكزامبلز، في عندي فولدر اسمه ابلكيشنز اي بي بي اس ابلكيشنز، يعني هلاقي بعد كده عندي مجموعه من الفولدرات، كل فولدر بيحتوي على بروجكت منفصل. تمام، هفتح اول فولدر اللي هو كلر دي ال جي كلر ديالوج، وطبعا هلاقي عندي ملف دوت بي بي ار اسمه كلر دي ال جي دوت بي بي ار. لو رحت عملت ران للبرنامج دوت، عباره عن برنامج عادي جدا بسيط، كل الفكرة ان انا بروح بس اعمل عملية تغيير للباك جراوند بتاعت الفورم ديت. هضغط change color يطلع لي color dialog، ممكن اختار لون اي لون واقول له اوكي، هيتغير الباك جراوند بتاعت الفورم. هي دي كل القصة. طب انا استفدت ايه؟ استفدت ان انا عشان خاطر اروح اعمل open لبروجكت، طبعا الاول هقول له file close all عشان افتح اي اقفل اي بروجكت قديم، وراح اقول له فايل اوبن بروجكت. يبقى هو عايزك تعرف المعلومه دي، فايل اوبن بروجكت او كنترول اف 11.
طيب لحد الان تمام. برضو هختار فايل اوبن بروجكت واروح افتح البروجكت التاني. لو طلعت كده خطوة لفوق اب هلاقي عندي دادل، هقول له اوبن وافتح الملف اللي هو ملف البروجكت بتاعي دوت بي بي ار واقول له اوبن. عبارة عن بروجكت عادي، لو رحت عملت ران شغلت البروجكت ده عبارة عن بروجكت عادي في مجموعة من التولز والكالرز. مثلا عندي الدايرة ديت، ابدأ ان انا ارسم دايرة على الفورم، ابدأ ارسم مربع او مستطيل زي ما انا عايز، اقدر اغير الكالر، اجي هنا واقول له عايز الكالر مثلا يكون اخضر وابدأ ارسم زي ما انا عايز. هي دي كل الفكرة، عبارة عن مجموعة من الايكونز، وطبعا ده بروجكت في واحد عمله قبل كده. هقفل طبعا البروجكت دوت، هقفل الفورم ديت تمام، وبعد كده اقول له فايل كلوز اول بدون طبعا ما اعمل اي سيف للملفات اللي فتحتها، هقول له نو. يبقى احنا كده فهمنا الكمبيوتر اكتيفيتي 3.5 كل الفكرة عايزك تستخدم فايل اوبن بروجكت. طيب لحد الان تمام. بيقول لك كمان خلي بالك في عندك اخطاء، الاخطاء دي اخطاء يعني مشهورة او شائعة الاستخدام. لما تيجي تعمل سيف ما تختارش فايل سيف، وكمان ما تختارش فايل سيف از. امال اختار ايه؟ احنا كنا بنشتغل بسيف اول. ما هو سيف اول بتعمل لك سيف لكل الملفات، وزي ما اتفقنا اهم ملفين عندنا السي بي بي والبي بي ار. هو هنا برضو طالب منك تشتغل بسيف بروجكت از، علشان خاطر وانت بتعمل سيف بروجكت از اكيد هتعمل سيف لملف البي بي ار، هو ده المهم بالنسبه له. يعني ما تحتفظش بملف السورس فايل وفقط، لا، وتحتفظ كمان بملف البروجكت، لربما تحب ترجع لملف تاني بتاع البروجكت وتبدا تعدل في البروجكت بتاعك. طيب لحد الان تمام. يبقى انا ما استعملش فايل اوبن وما استعملش فايل سيف ولا سيف از، ولكن استعمل فايل سيف از بروجكت وفايل اوبن بروجكت. طيب لحد الان معلومتين كويسين، اهو بيرجع تاني بيكرر نفس المعلومة الخاصة بفايل اوبن. بيقول لك من الاخطاء الشاسعة انك انت ممكن تنسى تعمل اد لملف اللايبرري وانت شغال، واتفقنا ان يونت 1 معظمه بيقوم على ملف اللايبرري دوت وملف الانكلود اللي هو الهيدر فايل. يبقى انت مهم جدا اوعى تنسى الخطوتين دول، الخطوة الاولى انك انت تعمل اد لملف اللايبرري اللي هو دوت ال اي بي. يبقى احنا كده لحد الان عندنا تلات ملفات، البي بي ار بروجكت، السي بي بي سورس فايل، ال اي بي اللي هو اللايبرري. خلاص انا رحت عملت اد لملف اللايبرري وعرفنا بنعمل له اد ازاي اكتر من مره، وكمان رحت عملت انكلود داخل طبعا ملف السورس فايل بتاعي داخل الكود اديتور، رحت عملت انكلود كتبت bound، بعد كده كتبت include small، ورحت عملت 2 double quotation وكتبت m capital t capital 262io.h. ده كمان بيقول لك حاجة مهمة جدا، اوعى تنسى وانت بتعمل include وبدل ما تكتب .h تكتب .lib. يبقى انت كده لخبطت الدنيا، عندك ملف library .lib وعندك الهيدر فايل .h تمام. يبقى اوعى تنسى وتروح تعمل انكلود لملف اللايبرري بالمنظر ده، طبعا هيديك ايرور تمام. المفروض الصح انك انت تروح تعمل انكلود للهيدر فايل دوت اتش. طبعا دي كل ملاحظه، دي كلها ملاحظات يعني بيحاول ان هو يوضح حالك علشان خاطر ما تغلطش فيها. زي ما اتفقنا بيكلمك على الشورت كاتس، بدليل اهو جالك في اخر الكتاب خالص في الاخر بيقول لك ان عشان تعمل ران بتشتغل بإف 9، علشان خاطر أروح أعمل كومبايل بدون ران بشتغل بكنترول إف 9. كومبايل بدون ران يعني إيه؟ بروح أعمل كومبايل يعني إيه؟ كومبايل يعني إنك أنت بتروح تحول، مش أنت عندك سورس فايل والسورس فايل ده أنت كاتب فيه لغة أقرب إلى اللغة الإنجليزية، لغة عادية جدا. طيب هي دي أكيد مش لغة الآلة، إحنا عارفين لغة الآلة 01. يبقى الكومبايل بيعمل ايه؟ بيروح اللي هو الكومبايلر بيروح يعمل ايه؟ بيروح يحول اللغه اللي انت كتبتها دي للغه اقرب الى لغه الاله او لغه الزيرو والوان اللي بيسموها الماشين لانجوج.
يبقى انت رحت عملت عملية التحويل دي ولكن بدون تشغيل البرنامج، بشتغل بكنترول F9. لكن احنا طبعا بنشتغل بF9 على طول علشان خاطر عايزين نعرف الريزلت بتاعنا على الشاشة. طيب لحد الان تمام. بيقول لك لما تشتغل بروجكت وتروح تعمل اد تو بروجكت، طب عايز افتكر هو انا كنت امتى بحتاج للمسألة دي؟ احنا لسه متكلمين عنها من ثواني. بروجكت اد تو بروجكت، يبقى عايز اروح اعمل اد لايه؟ لملف لايبرري اللي هو mt262io.lib. تمام، بشتغل بايه؟ بشيفت F11. لو انت حبيت تعمل سيف كنترول اس. هو انت مش لسه من شويه بتقول لنا ما تشتغلش بفايل سيف؟ ايوه، ده امتى؟ ده في اول البروجكت. لما تيجي تعمل بروجكت جديد ما تقولوش فايل سيف، تقول له سيف اول، او الافضل تشتغل بسيف بروجكت از زي ما هو قال لنا سيف بروجكت از، خلاص عايزين نستقر عليها. امال انت ليه هنا بتقول لنا فايل سيف؟ بقول لك فايل سيف علشان انت ممكن تعمل بعض التعديلات داخل الكود اديتور، تكتب بعض الاكواد فعايز تعمل لها سيف. بس بدل ما اقول له فايل سيف بشتغل بكنترول اس. طيب جميل. وسيف اول كنا برضو بنشتغل بيها وكانت بتفيدنا طبعا، بشيفت كنترول اس كانت بتفيدنا ان احنا بنروح نعمل سيف لملفين، اهم ملفين عندي السي بي بي والبي بي ار. طيب لحد الان تمام. هي دي الشورت كاتس اللي بيكلمك عنها. هنا في معلومة بيقول لك عنها في اخر الكتاب، يعني انا شايف انها مش مهمة في شغلنا ولكن برضو هنقولها من باب العلم بالشيء ولا الجهل بيه. بيقول لك انك انت لو عندك مساحة الهارد يعني بقت مليانة على الاخر وعايز تفضي الهارد بتاعك، فبتشيل ملفات. الملفات دي هو شايف ان هي ملهاش لازمة، يمكن تكون الملفات دي يعني نتجت في ايه، في الكومبايل تايم اثناء عملية الكومبايلينج يعني. طب الملفات دي نوعها ايه؟ ملفات عادية زي ملفات تيمب يعني بالنسبة له. الملفات دي امتدادها ILC ILS TDS، ممكن تعمل سيرش عليها عادي جدا وتبدأ انك انت تمسحها، ولكن انا منصحكش انك انت تمسح ملفات ال ILC ولا ال ILS ولا ال TDS، يعني ملفات حجمها صغير جدا لا تتجاوز كم ميجا، يعني مش هي دي اللي هتسحم الهارد عندك. بيقول لك كمان ممكن تعمل الموضوع انك انت تفضي مساحة على الهارد بتاعك، انك انت تروح على بروجكت وتختار من بروجكت اوبشنز، هتلاقي عندك لينكر. اللينكر ده فيه تشيك بوكس اتأكد ان معمول عليه علامة صح، اسمه don't generate state files. don't generate state files يعني ما تعمليش الملفات دي تاني، خلاص انا مش عايزها، علشان اوفر مساحة على الهارد. ورغم ان انا شايف ان المساحة لا تتجاوز كم ميجا بايت، يعني مش مساحة جامدة يعني. طبعا هروح على بروجكت عشان انفذ الكلام اللي بيقول عليه ده، اهو بروجكت اهو، واختار اوبشنز وهروح على لينكر التيب دوت، وهتأكد ان في تشيك بوكس على don't generate state files، يبقى الملفات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بيسموها ملفات state files. زي ما اتفقنا ليها ثلاث امتدادات علشان خاطر تكون عارفها، او على الاقل طبعا في اكتر من امتداد، ولكن دي الامتدادات اللي هو ذكرها في الكتاب عندك، ال ILC وال ILS وال TDS، دي الملفات اللي هو شايف انها ملفات يعني شبه التيمب شويه بتحدث اثناء عمليه الكومبايل تايم. طيب جميل، اثناء عمليه الكومبايلنج يعني. تمام، نرجع للملفات المهمه، السي بي بي سورس فايل، البي بي ار عبارة عن ملفات البروجكت بتاعتي، والملف المهم اللي هو ال اي بي ملف اللايبرري طبعا دوت اتش، يبقى انا بتكلم على الهيدر فايل اللي انا بروح اعمل له انكلود في اول الصفحة عندي خالص فوق وانا بشتغل على وانا بشتغل داخل الكود اديتور. طيب لحد الان تمام. فرصة برضو نراجع على بعض المعلومات ونأكد عليها. هنا بيقول لك انك انت ممكن يكون في بعض الامور بالنسبه لك unexpected غير متوقعه، ممكن انك انت تحتاج انك انت تعملها او ممكن تتغاضى عنها او تتحاول تتجنبها لو كانت مشكله بالنسبه لك. يعني ايه الكلام ده؟ اول نقطه بيقول لك ان الكود اديتور disappears مختفي مش موجود. طب هعمل ايه؟ هضغط على كنترول اف 12. هو انت مش قبل كده قلت لنا
انك انت لو حبيت تعمل تنقل ما بين الكود اديتور والفورم تشتغل باف 12. ايوه انا قلت لك كده فعلا، لكن هو هنا بيقول لك ان الكود اديتور مش موجود اصلا عندك. الكود اديتور مش موجود، لكن حالة اف 12 لما يكون الكود اديتور مخفي covered، متغطي باي ايه؟ باي الفورم، يعني ورا الفورم مش باين لكن موجود. لكن كنترول اف 12 لو ما كانش اصلا موجود، يعني اروح على البرنامج بتاعي تمام، واروح افتح مثلا اي ملف جديد ولا حاجه، هقول له فايل نيو واختار الكونسول ويزارد واقول له اوكي، في سي ال مش مشكله، سي بلس بلس، واقول له اوكي. انا كده الفورم مش باين عندي، وانا اصلا ما عنديش فورم علشان خاطر اعمل المساله ديت. يبقى لو جيت عملت اف 12 مفيش اي ريزلت هتجيلي. طيب يبقى انت كده مش شغال تمام. علشان خاطر اشتغل باف 12 لازم تكون اصلا شغال على ايه؟ شغال على ويندوز ابلكيشن. يبقى هاجي هنا اقول له فايل كلوز اول وابدا بقى اشتغل صح، اقول له فايل نيو، وبدل ما اشتغل بالكونسول ويزرد لا انا هشتغل بالابلكيشن، واقول له اوكي. هو فين الكود اديتور؟ ايوه عشان انت عندك فورم، الفورم دي خفت الكود اديتور وراها، يبقى انا هشتغل باف 12. اكيد انتوا شايفين انا بعمل ايه. اف 12 بتعمل عملية تنقل ما بين الفورم والكود اديتور. طيب جميل، امال هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت حبيت تظهر الكود اديتور وهو مش موجود عندك هتعمل ايه؟ كنترول اف 12، هيطلع لك النافذة دي اللي اسمها فيو يونت. طبعا ممكن تروح على فيو هتلاقيها موجودة في قائمة فيو، لو دورت عليها هتلاقيها موجودة. عايز اعمل فيو ليونت، انهي يونت؟ يونت 1 ولا بروجكت 1؟ هيطلع عندك مجموعة من الاختيارات بتختار ما بينها، بس هي دي كل القصة. لو رحت على فيو اكيد هتلاقي فيو يونتس اهي، كنترول اف 12. امال اف 12 بتعمل ايه؟ اهي اف 12 زي ما انت شايفين بتعمل تاجل، تاجل فورم يونت، بتعمل عملية زي تبديل ما بين الفورم واليونت اللي هو المقصود بيها الكود اديتور. يبقى احنا كده فهمنا اف 12 فايدتها ايه وكنترول اف 12 فايدتها ايه. زي ما اتفقنا من البداية الهدف ان انا طبعا عايز اتعرف على البرنامج اكتر. طيب لحد الان تمام. بيقول لك بالنسبة للأوبجكت انسبكتور والكلام ده احنا اتكلمنا فيه، فاكرين الأوبجكت انسبكتور اللي هو فيه البروبرتيز والايفنت؟ لو ما كانش موجود عندك هتشتغل بايه؟ بإف 11. طيب تعالى كده نروح على البرنامج تاني واقول له فايل، وعايز اختار نيو ابلكيشن واقول له اوكي. لو كان الاوبجكت انسبكتور مش موجود عندك اللي هو الخاص بالايفنتس والبروبرتيز، ما كانش موجود يعني هعمل دي كلوز، ممكن اشتغل باف 11 او ممكن اقول له فيو واروح ادور فين بقى اف 11 اهي. انا دورت على اف 11 لان حافظها اكتر، اوبجكت انسبكتور. عشان كده بقول لك حاول تركز في الاختصارات علشان خاطر تشتغل بيها اسرع. هقول له اوبجكت انسبكتور، يظهر لي الاوبجكت انسبكتور. بيقول لك كمان رقم 4، لو الفورم ما كانتش ظاهرة عندك بتروح تقول له فيو فورمز. يعني لو جيت كده هنفترض ان الفورم دي مش موجودة خالص، هتقول له فيو وعايز اختار فورمز بشيفت اف 12. مش عايزك تتلخبط، كنترول اف 12 لو كانت ايه؟ لو كانت الكود اديتور عندك مش باينة او مش موجودة اصلا بشتغل بكنترول اف 12، اما الفورم بشتغل بشيفت اف 12. طيب لحد الان تمام. رقم 5 بيقول لك انك انت ممكن يظهر عندك ايرور. الايرور ده لو ظهر عندك انا بقول لك الايرور ده حله ايه. لو ظهر عندك ايرور مسج طلع لك فيه كلمه ستيتمنت ميسنج وبعد كده جنبها سيمي كولن، يبقى هو بيقول لك ان السيمي كولن مش موجوده، يبقى انت اكيد نسيت تحط السيمي كولن فين؟ في اند اوف لاين، في نهايه السطر. بس هي دي كل المشكله. طبعا وارد ان فعلا ممكن حد مننا يكتب جمله صح، سطر كودي صح، وينسى السيمي كولن في نهايه السطر، كلام منطقي وحذرنا منه اكتر من مره تمام، واتكلمنا كتير جدا عن موضوع الكيس سنسيتيف هيتكلم عنه اهو. لو قال لك ايرور مسج اندفايند هو شايف الحاجه دي مش متعرفه،
يبقى خلي بالك ممكن يكون عندك ميسز بيلينج. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون عندك انت كاتب متغير اكس كابيتال وانت بتستعمله سمول. يبقى لازم تركز في موضوع الابر كيس واللور كيس، لان زي ما اتفقنا المسألة في السي بلس بلس متعلقة بالكيس سنسيتيف، الحساسية لحالة الأحرف. طبعا كل الملاحظات دي هيفهمها أكتر اللي اشتغل معانا من أول المحاضرة لحد المحاضرة رقم 7، هتعتبر بالنسبة له محاضرة رقم 8 نوع من المراجعة. أو ممكن يكون موضوع الـ undefined دوت حصل بسبب إيه؟ بسبب إنك أنت نسيت تعمل include. زي ما اتفقنا سطر الانكلود مهم جدا، سطر الانكلود اللي هو باوند باوند، وبعد كده بكتب كلمة انكلود سمول كيس، وبكتب مثلا الملف بتاعي اللي هو ملف الهيدر فايل بتاعي اللي هو mt262io.h مش .lib، هو حد ينسى ال lib ده library file. يبقى وارد انك انت ممكن تكون استخدمت الفاريبل او كتبته بشكل غلط، استخدمته كمان بشكل غلط، ممكن تكون اصلا انت عرفته عملت الديكلاريشن بتاعه كابيتال وانت استعملته سمول او العكس، او ممكن تكون ما عرفتهوش من الاصل استخدمته على طول تمام، او طبعا يكون الخطأ في موضوع الانكلود تمام، تكون نسيت تكتب انكلود. زي ما اتفقنا عندنا خطوتين مهمين جدا، موضوع الاد تو بروجكت او حتى كان بيكلمك عنه add to project، بروح اعمل add لملف ال lib ملف mt262io.lib، والانكلود الخاص بال mt262io.h. دول مهمين جدا في يونت 1 ككل. رقم 7 بيقول لك ان ممكن يطلع لك ايرور يكون خاص بموضوع الكونسول ابلكيشن، اكيد انت نسيت ال vcl. ممكن تكون بدون ما تقصد مسحت السطر بتاع الانكلود vcl.h، او انت اصلا تكون من البدايه وانت بتكريت البروجكت بتاعك نسيت تعمل علامه الصح على ال vcl. طبعا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره. او هنا بيقول لك حتى make sure that the checkbooks marked use vcl was checked، فين؟ في الكونسول ويزرد. وانت بتستعمل الكونسول ويزرد اتاكد انك انت عملت تشيك على ال VCL. كده احنا الحمد لله وصلنا لنهايه يونت 1. طبعا يونت 1 كان عباره عن مقدمه بسيطه جدا 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 عن البرمجه بلغه سي بلس بلس. بدايه من يونت 2 هنبدا ان شاء الله نتدرج نحو الصعوبه. أتمنى لكم التوفيق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.